اهلا بيكم في حلقه جديده من ارابيكيا. النهارده معانا كلمتين جداد، تعالوا نشوفهم مع بعض. اليسار يعني ايه؟ نعم، اليسار يعني ايه؟ يسار؟ يسار يعني في جبل كده. اليسار يعني ايه؟ اليمين مثلا؟ اليسار يعني ايه؟ مش عارف. لا ده مش من هنا خالص، شايفين؟ انا الفيوم. لوبي بيتميز باللون اللي هو الخمر الاسمر جامد ده، فبيتقال عليه لوبي. اللوبي يعني ايه؟ لوبي، لوبي المكان اللي في الاوتيل اللي بينتظروا فيه النزيل في الغرف. يسار شمال. لوبي يعني ايه؟ اللوبي اللي انا اعرف المكان اللي عند الفندق اللي هو بيتقابلوا فيه الناس يعني. واليسار ده الريسبشن. لوبي يعني ايه؟ لا مش عارف، انا تعبان ومتجبس. لا الف سلامة. اليسار يعني ايه؟ نعم، اليسار. اليسار؟ اه الجبل. الجبل ايوه. ولوبي يعني ايه؟ لوبي؟ اه لوبي؟ اه لوبيا. طب ويسار يعني ايه؟ يسار شمال. طيب واللوبي؟ أكيد طبعاً هتبقى يمين. اليسار. اليسار؟ آه. اليسار ما أعرفش. الأثار معلش. الأثارات دي حاجة اسمها أثارات مش الأثار. لوبي. نوبي؟ لوبي. لوبي. دوران. اللوبي يعني إيه؟ إيه؟ لوبي. لوبي انجلش ولا لا عربي؟ لوبي يعني ايه؟ طب ويسار يعني ايه؟ يسار يعني يمين. اليسار يعني ايه؟ صاري. اليسار. اليسار يعني الشمال واليمين. طيب اه ولوبي يعني ايه؟ ليبيا. لوبيا يعني روبي رقاص. يسار يعني ايه؟ نعم يسار. يسار اليسار ولا اليسار يعني يسار؟ لا اليسار ده الامام يعني. ولوبي روبي اللي روبي مين بالظبط يعني؟ انا ما اعرفش غير روبي اللي هي المغنيه ولا ايه بتغني على الناس يعني. ليه بيداري كده؟ ده على ما اظن اسم لوبي يعني موجه. لوبي دي بلد ولا شارع؟ يسار. يسار الحكيم. ودلوقتي تعالوا نشوف المعاني الصح للكلمات دي ايه. اشوفكم في الحلقه الجايه من ارابيكيا وكلمات جديده. اليسار مصطلح بيمثل تيار فكري او سياسي بيرجع للثوره الفرنسيه لما جلس النواب الليبراليون واللي بيمثلوا طبقه الشعب والطبقه العامه على يسار الملك لويس السادس عشر سنه 1789، والنواب اللي بيمثلوا طبقه النبلاء ورجال الدين على يمين الملك، وانتهى الاجتماع بمجموعه من الاضرابات اللي أدت للثورة الفرنسية، وإلى الآن نظام الجلوس ده متبع في البرلمان الفرنسي. وبمرور الوقت اتشعب المصطلح، فاليسارية دلوقتي في الغرب بتعني الديمقراطية الاجتماعية والاشتراكية، وفي أمريكا بتعني الليبرالية. اللوبي. اللوبي هو جماعات الضغط اللي بتستخدم الضغط كوسيلة لحمل ودفع رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها، وبتعد عامل مهم ومؤثر في كل من السياسة الداخلية والسياسة الخارجية للدولة، كجماعات المصالح الدينية وجماعات المصالح الاقتصادية والعرقية والقومية.